وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم اليوم دائما عبر الام تي في برنامج الحل عندكم، وطبعا بدي اقول لكم انه هذا البرنامج اللي هو معكم يوميا يعني عم يتبع كل اخباركم، بتلقى اتصالاتكم، شكاويكم، قضاياكم. بعرف في كثير امور متعلقه بالبلديات، ولكن اليوم طبعا البلديات ابتداء من تاريخ امبارح، ما طبعا مثل ما قلت انه نحن رح نتواصل مع الموظفين، مع المعنيين بالبلديات، ولكن رؤساء البلديات والاعضاء هلا يمكن مهتمين بالانتخابات الجديده، وقفت صلاحيه عملهم لحين انتخابات اللي بدها تصير طبعا حسب التواريخ يلي محددتها وزاره الداخليه. معلومه بمعلومتنا لليوم، بدي أذكر أنه كل يلي راغبين يترشحوا للانتخابات البلدية والاختيارية طبعا اللي بدها تحصل أولا أول جولة هي ببيروت والبقاع الهرمل بعلبك، طبعا كلنا ناطرين أنه نهار الثمانية يكون الكل حاضر لهالانتخابات على أمل تكون على خير. وبالنسبة لجبل لبنان بتنتهي الليلة مهلة الترشيح الساعة 12 قبل منتصف الليل، فسرعوا حتى تقدموا ترشيحاتكم لأنه بعدين بيصير أكيد تأخير. من المسؤول؟ راس مسقى طبعا من البلدات في قضاء الكورة يلي الأسبوع الماضي كتير تواصلنا مع رئيس بلديتها ومع الناس يلي حكيونا بموضوع تداخل مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، والسبب هو أنه مختلطة كل الماء خصوصا مع المياه الجوفية، وهيدا الشيء بيأثر على الصحة أولا، على سلامة المياه خصوصا إذا كانت مياه جوفية. فنحن عملنا جولة بمنطقة راس مسقى وضواحيها حتى نبين للرأي العام وخصوصا لوزارة البيئة ووزارة الصحة والوزارات المعنية أنه هذا الموضوع يتخطى البلدية. ومثل ما عرفت أنه رئيس البلدية كان حكي معنا عبر الحل عنا أنه ما تركوا ولا كتاب إلا ما أرسلوه وراسلوا في الوزارات المعنية، ولكن حتى الساعة هذه المنطقة تعتبر منطقة اليوم مهددة مياه الجوفية، والناس عم تشتري سترنات وما فيها تستعمل إطلاقا المياه لا للمزروعات ولا لمياه الشرب. روبورتاج طبعا جولة بالمنطقة حتى نشوف أكثر قديه متأثرين هالناس بهذا الموضوع، لأنه طبعا نحن عم نحكي عن مي والمي حياة. سندي محفوظ. بداية الموضوع نحن وجهنا بتاريخ 15/9/2014 كتاب لسعادة القائم مقام رقمه 560، وقلنا له فيه انه معلوماتنا بتقول انه مجلس الماء والاعمار لزم القسم الاول من الصرف الصحي بالكورة من اميون لغاية جسر عابة لشركة عمان. الان يتوقف الشغل بجسر عابة لمداخلات شعبية أو سياسية ما بدروا عنا، كملوا الشغل فيه لحدود التروتيج، من حدود التروتيج وصلوا فيه لدار النور. أول كتاب وجهناه لوزارة البيئة رقمه 536 تاريخ 2/7/2015، ثم وجهنا الكتاب الثاني تأكيد على الكتاب الأول رقمه 22 تاريخ 16/16، وفي نتائج موجودة. وسنة نحن هلا حاليا بالمشكلة، ناقصوا هذا المجرور 3 كيلومتر حسب مجلس الماء والاعمار حتى يصل الى الشبكة. ترك في وادي هاب، بعد ما ترك في وادي هاب تبين ان هناك شق كبير بالارض سحب المياه المبتذلة، مياه المجارير من 14 ضيعة الى داخل الارض، مما ادى الى تلوث المياه الجوفية وكل الابار. نحن نعيش في منطقة راس مسقى في مشروع الثمار 2، عندنا بيرين، هالبيرين هول عملنا التحاليل اللازمة تبينت أن المياه الموجودة فيهم هي مياه مجارير وليست صالحة للشرب. لذلك في نداء من خلال هالوسيلة الإعلام الكريمة الام تي في اللي عم ترفع صوت الناس، لازم يتخذ إجراءات سريعة بوقف هذا المجرور
وجروا مباشرة بأسرع وقت ممكن بأي وسيلة ممكنة نوقف عملية التلوث اللي عم تصير داخل المياه، ثم نبدأ بعملية معالجة المياه، وجنبهم لازم يتمد شبكات وينعمل الآبار اللازمة نظيفة فيما تبقى من آبار نظيفة بعد معالجات لحتى تتأمن المياه لكل الأهالي المنطقة. بلبنان عندنا شلال من المياه المبتزلة، بدل ما يكون في عندنا شلال مياه نظيفة، هذه المياه عم تفوت على بيتنا، أولادنا عم يستعملوها ونحن عم نستعملها، وللأسف ما حدا اهتم. في حدا لازم يتحاسب على هالموضوع. مياهنا الجوفية لوثت، وزارة بيئة، مجلس الماء والإعمار، ما بعرف، بس نحن كحراك مدني نوعد أنه لن نسكت عن هذه الفضيحة. هذه فضيحة تمس كل بيت، كل بيت في هذه المنطقة. هاي الصورة المثالية اللي منتغنى فيها نحن ببلدنا الأخضر ربيعه، ومناخه الطيب، بيئتنا صارت موسخة، بيئتنا صار فيها صرف المجرور الصحي اللي عم بينزل من 12 ضيعة بالكورة مربوطين على هذا المجرور، مع العلم انه ممنوع ينربط قبل ما يصار لمحطة التكرير في البحصاص تقريبا. نحن وقت جينا من فوق محل ما عم تصب، وهالمي كلها اللي عم تشوفوها النازله بهالوادي اللي شايفينه كله عم توصل هون، هيدي مشاريعنا كلها اللي شايفينها، هيدي كلها سوا هالمجارير كلها اللي عم تتجمع هون، هذا ما عندها تصريف، يعني لازم المفروض تكون تروح على طرابلس، هيدي ما عم تروح، عم تضل عنا. وهونيك بالارض في مطرح عم تفوت فيه تحت هالمشاريع اللي شايفينها عم تفوت بالابار، ما في ولا بير عنا هون صالح، صار كله في مجارير وغير صالح للاستعمال ابدا، وما عندنا مي وما عندنا شيء، والعالم عم تولول. من المؤسف البيئة الخضراء وهالكثافة السكانية اليوم اللي عم بتعاني بمنطقة من أهم مناطق لبنان بقضاء الكورة، من موضوع المي اللي شفناه، وأكيد يلي شفناه غير كمان يلي عايش فيه، يعني إن كان من ريحة الروائح، من ناحية البعوض، الحشرات، الصرف الصحي متداخل بكل المي، يمكن هيدي بدها ناقوس خطر كتير كبير تنعمل حالة طوارئ لإعادة تنظيف هذه المياه وعودة المياه النظيفة للأساطر وللناس. يعني اليوم الناس معتاشة وكأن ما عندها إلا تدفع بس إنترنت مي. أكيد هذا الموضوع برسم مجلس المياه والأعمار يلي هو مبلش كان بموضوع الصرف الصحي والتداخل يلي صار بوادي هاب، بالوقت ذاته على وزارة الصحة كمان وعلى الصحة بالمنطقة انه ساعات قائم مقام توعز لمصلحة الصحة تطلع تكشف تشوف شو النتائج السلبية وكيفية ايجاد حل جذري لهالموضوع، لانه منطقة مثل ما هي عم بتعاني اليوم من هذه المشكلة البيئية الكتير كبيرة يلي عم تأثر على صحتها وعلى سلامة حياة الناس يلي فيها. نحن صراحة رح نتواصل مع وزارة البيئة، وبالوقت ذاته نحن بنتمنى كمان على كافة المعنيين ومع الإنماء والإعمار إيجاد حل سريع لهذا الموضوع. تواصل. بتواصل طبعا هذه الفقرة يلي متواصل فيها نحن وياكم مباشرة عبر فيسبوك الحل عنا. بداية بدي أقول أنه صورة كمان عن مية الشرب بمنطقة الحزمية، عم بيقولوا لي مثل ما شايفي رح نشوف الصورة، هي معوكرة، وهيدي بناية جورج وهبي قرب قصر البلدي الجديد، شارع رقم 1 مركز 51، وشكرا لأي مساعدة. هلا أكيد هذا العقار ما بقدر أعرف إذا سليم ولا غير سليم، لأنه بده فحص بكتيريا وجرثومة لمعرفة الموضوع، وأنا بتمنى، نحن رح نحكي مع مياه عين الدلبة، وبتمنى كمان إذا بيقدروا الأهالي يفحصوا بأي مصلحة بيقدروا بالفنار كمان حتى يكونوا هن مقتنعين أكثر ومرتاحين أكثر. ونحن رح نبلغ أيضا
المياه، مياه عين الدلبة، حتى توضح للمشتركين شو سبب هذا العقار. هلا اجمالا بيقولون العقار منه مؤذي للصحة العامة، بيكون عقار نتيجة الشتاء الوحل يلي نزل او شيء، مش اكثر من هيك، ولكن للتأكد اكثر مفروض تتوضح العملية. كمان بتواصل كمان الصورة بتبين انه ببيت بالطابق الخامس اللي خايفين ينزل على راسهم شارع كنيسة الإنجيلية بناية ألبير دامرجي. ظاهر هو مالك هالمبنى، عنده ترميم بالمبنى وعم بيشتغل بهذا الموضوع، ولكن خايفانين الناس اللي موجودين انه عم تتشقق عندهم البلاط، عم يتشقق عندهم الحيطان، وخايفانين اثناء العمل يكون عم رح يقشط شيء على البنايه ويسبب على الناس كمان قلق وخطر على صحتهم وسلامتهم العامه. يعني اكيد هيدي بين الجيران، بس حتى يرمم ويظبط بده يكون عنده رخصه من البلديه، او يكون يعني كمان منتبه لانه عم يشتغل بمبنى سكني في ناس، مش انه بيت مهجور عم نشتغل فيه. فأنا بدي أتمنى على مسيو مشعلاني أنه ينتبه شوي، لأنه بنية ألبير دامرجي هي قرب بسول حنيني كومباني، وبتمنى على اللي عم يشتغلوا اليوم ينتبهوا على الجيران ويكون في صيانة كمان وحفاظا على السلامة العامة. بدي أقول أنه اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وبدي بلش أخذ الاتصالات. ألو؟ الو مدام ربيكا. ايه تفضلي مدام. انا كثير ما سمع صوتك، معلش. اهلا وسهلا فيك. بس غير انت فيش قلبنا. اذا حضرتي مسرحيه روميو باسيل مع توني ابو جودي، كيف كان الانسان وضعني على التلفزيون، وحش وحش الغابه كان، نجينا من شو المنظر، ان شاء الله حطوه يربوا على التلفزيون ورجعنا مثله. مع مين عم تحكي؟ معطرين الشعب شو معطر، الادم شو معطر بالبلد، بتحم قلبك شو صار بهالسنتين، وين عم نرجع لورا؟ والبلديات بتمنى يكون ستات هي تحكم البلديات، لأن ست تضيف ست بدها البلد تكون حلو، ولادها يكونوا مرهقين جنين، يلعبوا على السكريات، يلعبوا برا شوي، رجال بيناموا على التخت بلا فرشة ببلاش أرشف، لأنه مش مع احترامي لإلهم أغلبهم ماشي الحال، بس الست الضيفية بتحب البلد تكون نظيف، نترجاهم يعني. بس حرام الحكي بارولي بارولي، دعان الشعب المعتر، نشحت تنعطي الأطفال الصغار تيصحوا من المستشفيات، وهن عم يتعنونا بالأمراض وبالسرطان، شو هالكفر؟ وين نحن بقى؟ أي دين وأي قرآن وأي إله، أي عالم كله حوش. على كل حال مدام، يلي شفناه براس مسقى ومحيطه بسبب تداخل المجرير مع المي، أكيد بده يعمل أمراض للأطفال وللكبار ولكل الناس. يعني اليوم منطقة مياه الجوفية مثل ما شفناها من شوي بالصورة، وبالوقت ذاته يعني كمان ما بيقدر الإنسان يعيش ببيئة حلوة كتير، ولكن ملوثة من البشر، لأنه نحن بسبب الأعمال يلي صارت تدخلت مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب. على سيرة البلدية، طبعا المرأة كالرجل يعني أمام الدستور اللبناني بيعطيها نفس الحقوق، وأنا بتمنى على المرأة أن تترشح كمان بالانتخابات البلدية، لأنه لها دور كتير فاعل وأساسي، لأنه مثل ما قلتي في أمور، أنا ما عم بحكي نظافة ولا غير نظافة، مش هذا الموضوع، ولكن المرأة بتشوف أمور بالبلدية بالحي بالشارع بحوالى بيتها، الرجل ما بيشوفه قد المرأة. من هيك المرأة أنا بدي شجعها، وأكيد تتقدم للانتخابات وتعمل حملتها، وتكون طبعا هيدا حق لها مثل أي رجل يعني طبعا. وأنا هيك في لفتي كمان بحب أقولها، إنه هي تكليف يعني مش تشريف، إنه كتار ركدين على رئاسة البلدية وعلى العضوية وعلى الاختيارية، ولكن الأساس هي الخدمة والوقت، لأنه الواحد عم بفوت على بلدية رح يكون مؤتمن على إنمائها، عنا تكون من بين البلدات المميزات من كل النواحي لرغيدة العيش وكرامة العيش والبحبوحة والبيئة النظيفة. يعني أنا بتمنى على كل مرشحين يكون أمامهم دايماً نشيل الكيات ونشيل الأمور على جنب، ولكن دايما نفكر ببلدتنا بضيعتنا بمدينتنا، لأنه هيدي اليوم استحقاق كتير مهم، وهيدي فرصة كمان حتى الناس تعرف تقول شكرا ليلي الناس يلي خدموه وعملوا إنماء، ولا تعرف كمان تختار الناس يلي بتحس أنه بالفعل رح يوصلوا لها
صوتها ورح يوصلوا لها أن تكون مدينتهم أهم مدينة أو قريتهم أهم قرية. يعني كتير مهم اليوم عضوية البلدية، رئاسة البلدية، المخترة، هيدي شغلة أساسية ومهمة. كمان اتصال. ألو. ألو. تفضلي مدام. ألو. تفضلي. ألو. ألو تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. الحمد لله. الحمد لله. ليكي مدام ريبيكا أنا. نعم. أنا عم بحكي. تفضلي. قطع الخط. ألو مدام ريبيكا. نعم. في أنا خبرتك قصتي، إحنا شرينا بال 2010 ببيت الشعار بالحزيرة. نعم. ما كان في مي. حطيت عيار المي وحطيت ساعة الكهرباء وسكرت البيت وسافرت. عشر سنين غبت سنتين بال 2010 رجعت 2012. جد دفعت المي. مدام حضرتك تواصلت مع مثل ما عرفت مع مدام حداد بمياه الجديدة. ايه ايه تواصلت مع الكل. شو صار معك؟ ايه بفتكر انه وجه ممكن نعم. ما في مي، ما في مي. وما حدا، انا شاري ببلوك او في بلوك بي، ما حدا حاطط كان عيار مي. انا عملت الاصول حطيت الساعة وعيار المي. نعم. جيت نزلت دفعت 12 و13 واسال يا عمي وين المي؟ ما في شبكه، ما في شبكه، ما في شبكه. امبارح بال 15 ركبوا كل الحي، كل البناية عندي اللي بلوكات عم بيركبوا العيارات. نزلت شوفي، قال اجت المي. تلفنت على شركه المي وين المي؟ قالوا لي املالك عيارك مش دافع على 14. طب انا وين المي؟ هلا لمشيت بال 15 مشيت المي. بدي يدفعوني 1,800,000 ال 14 وال 15 وال 16 والغي ميتي بعدين. أميل العيار كيف بتريدي؟ بعثوني على، رحت على جديدي شفت المهندس نبيل سماحه، حولني على بدار امبارح تشوف المدير جوزيف نصير. جوزيف نصير عنده اجتماع ما قدر قبلني، وطلبت من السكرتير تعطيني موعد، ما حدا بيرد على حدا ولا حدا بيلكش حدا. فوضى وماشي. دخيلك يا مدام ريبيكا شو يعني 1,800,000 ودافعة 900,000 ب 12 و13؟ أنا كيف هيدي؟ وما شفت المي بحياتي، وأبعوا لي العيار وحطوا للبلوكات عيارات جيراني. يعني شو مؤسف انه هلا اكيد نحن بدنا نمشي بالنظام، واحد عنده عيار مي بده يدفع ما عليه اكيد، ولكن بالمقابل ما عنده خدمه شو بيعمل؟ بيرفع دعوى على الشركه انه انت التزمتي معي تامني لي المي وانت ما امنتي المي وجاي كمان تشيلي لي العيار وتقصيني وتدفعيني مصاري على خدمه ما شفتها ابدا. يعني غريب هذا البلد. بعدين ما عليه يعني انه بدنا هالقد يعني حتى نشوف مدير عام للمي يقابل الناس ويحكي مع الناس. يعني أنا كنت بتمنى أنه كانت تنحل عند مستر سميحة بمنطقة الجديدة وما توصل للمدير العام، لأنه أكيد مدير عام إذا بده يلتقى مع كافة المشتركين منا هيني بفهم، ولكن كمان مفروض يلتقى حل لهذا الموضوع. مدام أنا ما بعرف أنا شو بقدر أخدمك، بس بعرف إذا قانونهم بيقول هيك، ولكن ولا مرة حدا من الناس قال لهم طب قانونكم بيقول أنه لازم تعطونا مي وأنتم معطيتونا مي. طب مين بيعود لنا سترنات المي اللي عم ندفعها؟ يعني لكان عال كان لازم كل السترنات المي اللي دفعتها تاخذ تخدير هالفواتير وتروح تقيلهم تفضلوا انتم ما وفيتوا باموركم، نحن دفعنا المبلغ. يدفعوا يعملوا معروف يجيبوا مي، بس ما تشيلوا لنا العيارات. في إلنا بالموضوع مفروض على مجلس الاداره يكون معليه يتواضع ويشوف وضع الناس مزبوط. مش حيلا جبنا يعني احنا بننذر الناس انه ادفعوا، اللي ما بيدفع بنشيلوا العيار. كثير هينه. لكن يا مواطنين ما تدفعوا عيار مي وافتحوا عياراتكم واسرقوا المي وما حدا بيقول لكم وينكم. ما دام انا معك 100% ومؤسف جدا يلي عم بتقوليه، ولكن يا ريت بايدي انا لانه النظام مش انا حطته، بس انا بتمنى انه مستر نصير يعرف بهذا الموضوع، لانه لما المدراء ومجلس الاداره بيعرفوا شو عم بيصير بفتكر بياخذوا قرارات مجلس الاداره يريحوا المشترك كمان، لانه هن واجباتهم يعطوا المي، فكيف اذا مش عاطينا على سنين؟ وكمان باي عين يعني باي عين بنقول له للمواطن شلنا لك عيار المي وبدك تدفعي كمان فوق الدكه؟ كمان اتصال. عنا فاصل ومنتابع.
منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في. بدي اقول انه بالاشرفيه شارع المطران غفرائيل لهم 6 ايام الناس بلا مي، عم يتصلوا بالمي بمياه الاشرفيه ولكن حتى الساعه ما عارفين شو سبب انقطاع المي 6 ايام بشكل متواصل. والناس اللي اتصلوا فينا وحكيونا قالوا الستار ما بيقدر يوصل على بيوتهم، وهن 2 ختيارية قاعدين بالبيت. طب تبهوا شو بيقدروا يعملوا؟ بيقعدوا بلا مي يعني 6 ايام؟ ما عرفنا ليه ما في مي بشارع المطران غفرائيل بالاشرفيه. فانا بتمنى يعني وكان وصلت لهم الشكوى، اذا في عطل عام يقولوا، اذا في عطل يروحوا يشوفوا، بس ما فينا نترك الناس 6 ايام بلا مي. وفي مطارح ما بيوصل الستان، بيكون طبعا يمكن زروب ضيق او ما في امكانيه باخذ اتصال جديد. الو. الو، تفضلي. يعطيك العافيه. اهلا مدام. حبيبة قلبي، بدي أسأل مدام ربيكا من شان الكؤوب، شو صار ببطاقات الكؤوب التعاونية؟ أنتو يلي أنت حضرتك من يلي مساهمين كنت بالتعاونية؟ نعم، 24,700 تلفنت من فترة. نعم. وقالوا لي هيدا ما بينحكى فيهم. أنتو كيف ما بينحكى فيهم 24,700؟ معقولة يعني ما بيعترفوا فيهم؟ ومع انه في فتره مبنوني. نعم. على ورقه. نعم. وانه انت بترجعي بتاخذي حقك، هلا بيقولوا ما في. طيب قديش لازم يكون عندك تاخذي حقك مثلا؟ ما بعرف يعني مدام مؤسف انه كان عندك سهم ولا 24,000 سهم؟ حضرتك 24,000 سهم و700. حضرتك ساهمتي بمشروع بطاقة. انت حضرتك معي خبر موضوع مزمن يعني، وعلى اساس. نعم. صرفوا له 50 مليون وراح يعوضوا على الناس وانا تبعتها يعني لسنين، هيدي مش جديد القصه، ولهلا وكان متنسين ناسينكم يعني. لكن خليني ارجع اشوف اليوم اذا شو جادد بالموضوع، لانه بعرف القصه كثير منيح وبعرف قديش وقت ضحيتوا بتعويضاتكم بمعاشاتكم وساهمتوا على اساس بمشروع تعاوني، واذ انقلب عليكم وخسرتوا كل تعويضاتكم ويعني وجنى عمركم، وهلا ما بقى لهم قيمه، بس ولكن الحق صاحب الحق سلطان يعني، الا ما تاخذوا حقكم ما فيني طنشوا بالموضوع. كمان اتصال. الو، مرحبا. مرحبا. كمال ريشة معك من شويه. اهلا استاذ كمال. عندنا مشكله اليوم، المختار القديم قطع لنا الطريق وحفرها بالبوكلين وشال كل التراب وشال السلم اللي بيأدي على بيتي، وهلا ما بقدر انزل على بيتي لانه هو فاتح ميليشيا فوق. كيف كيف؟ اول شيء بيتي. ايه بس ليش سكر الطريق؟ سكر الطريق لانه هو عمل ميليشيا فوق لحاله، وفي عباره مي، هو عمل حرفه بالعباره المي وحفرها كلها تا يمنعنا نوصل على بيتنا. فبتمنى من الام تي في تطلع تصور وتشوف الواقع بحاله. هيدا واحد عمل ميليشيا اسمه هاني فرانسيس. لحظه مسيو، هلا هو عم يعمل اشغال بالمنطقه يما كيف يعني؟ انه هو من عتل اي مقام يمد ايده على اي شغله. نعم. ومعنا ورقه من اي مقام انه هو ممنوع يمد ايده على ولا شغله لانه عامل ميليشيا فوق، وتحدى الدوله وتحدى اي مقام وتحدى المحافظ، تحدى الدنيا كلها، واخذ البوكلين وحفرنا الارض بدون علمنا. هلا عم يعطونا خبر ضلينا راكدين على البيت، يعني حافر الارض وشيل الدرج يلي بيأدي على البيت لعندي. طب ليه عم يعملهم بهدف شو؟ اي مشروع انمائي مثلا؟ شو لشو؟ ولا اي مشروع ولا اي شيء. زعرني، بتمنى منكم تلاحقوا الموضوع تتشوفوا قد ايه هو واحد ازعر وقد ايه هو متصلبط على الضيعه كلها وعلى افراد الضيعه. طيب وهلا اني مش قادرين تفوتوا على بيتكم؟ هلا مش قادرين نفوت على بيتنا، بتمنى ان الام تي في تطلع تصور وتعمل تحقيق بالموضوع تيكون في حقائق موجوده على الارض. غريب. قدمنا شكوى نحن على المغفر. نعم. نحن املنا كبير بالدوله واملنا كبير بوزير الداخليه، بتمنى على كل المسؤولين انه يساعدونا بهالموضوع لانه في مشكله كبيره. بس انا بعد ما فهمت انه كيف بيقدر واحد يدخل على املاك خاصه وعلى بيوت الناس يعني بدون هدف انمائي معين، اذا في هدف في استملاك بنفهم، اذا في هيدا ملك عام، هيدا ملك مجرم. هيدا ملك عام. ملك عام. نعم. بيأدي بس لبيتي، بيأدي لبيتي، حاطين فوق الملك العام درج ومعنا رخصة فيه. نعم. موجودة الرخصة بنبرزها نحن. لا على كل حال كمان الواحد له حق يفوت على بيته، يعني كيف بتفوت هلا على بيتك؟ ما في يفوت على بيتي، إذا ببعث لك صور وبتحطيهم بتشوفي كيف إنه ما بقدر فوت على بيتي، حافر الأرض كلها ومغمقها شي 5-6 أمتار.
بعت لنا صور على فيسبوك الحل عنا، ونحن اكيد يعني اذا بنقدر نصور ما بنقصر. يا ريت فيك تطلع تصوري. هلا شو صار، شو صار المخفر، شو عمل هلا نية مخفر؟ قدمت شكوى انا عليهم وحولوها عند المدعي العام، والمدعي العام بده ياخذ اشاره بهالموضوع. طيب على كل حال، لو كان يعني ملك عام، ما في واحد يتعدى على ملك عام يعني اول شيء اذا عبارت مي، المي ما حدا بدأ فيها غير ما كمان الى شروطها. مزبوط. هيدا واحد اسمه هاني فرانسيس، واحد ازعر، عم قول اسمه على التلفزيون، هيدا واحد ازعر، كل الضيعه مخرب الضيعه كلها. هلا نحن ما بدنا من الأملاك العامه مسيو، نحن انا بفهمك يعني اكيد انه انت بدك تفوت على بيتك بالنتيجه، وعندك ما بقدر فوت ضمن القانون اذا عندك رخصه بالدرج، يعني شال الدرج وشال كل شيء، بدنا نشوف شو الهدف. على كل حال انا هيدي بحطها برسم المعنيين، ورح نتواصل مع الاي ام ام كمان. شكرا لك. يعني بما تبقى لنا من وقت، يعني باسف انه هذا اللي صار، بتمنى تتخذ الاجراءات المعنيه بالموضوع، وبعطيكم موعد بكره دائما عبر الام تي في الحل عنا. الى اللقاء.